السلام عليكم الاخوان، اليوم فيديو جديده ديال لا بروبابيليتي. وكما كتشوفوا التيتر ديال ليبيزود اللي هو لي بيرميتاسيون سون اي افيك ريبيتيسيون. كنت خدمت معاكم لي زارونجمون سون اي افيك ريبيتيسيون. دابا لي بيرميتاسيون سون اي افيك ريبيتيسيون. والتمرين اش كيقول؟ قال لك عندنا ثلاثه د الكواري، وحده بيضاء وحده حمراء وحده كحله، دون ثلاثه اورن نيميروتي زعما مرقمين. قال لك في ثلاثة ديال لي زيغن مرقمين، كاين عندنا اي واحد و اي جوج و اي ثلاثة. السؤال اش كيقول؟ قال لك دو كومبيان دو فاسيون دو فاسون بويون متر لي تخوا بول دون لي تخوا زيغن. مزيان، باش غنعرفو بعدا بلي هذا بيرميتاسيون، باش منا نعرفو بلي لا بيرميتاسيون هانو. عندنا ثلاثة الشروط. بحال الأول، الشرط الأول هو أشنو قالنا؟ قالك ثلاثة من ثلاثة. كنت قلت عليكم كون قالنا ثلاثة من جوج ولا ثلاثة من سميتو، هنا مساويين ثلاثة من ثلاثة، يعني بي كيساوي إن، بي كيساوي إن. ثلاثة بار ثلاثة باغمي ثلاثة، نكتبها لكم هكا باغمي ثلاثة. والشرط الثاني اللي هو لورد، لورد معناه مرقمين. فاش مرقمين يعني لورد كاين. وبين نشوفوا واش بغي بيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون. اشنو قالنا في التمرين؟ قال لك عندنا ثلاثه د الكواري، وحده بلونش وحده بيضاء وحده حمراء وحده كحله. يعني ما موجينش عندنا الالوان. كون كان عندنا جوج كحلين ولا جوج حمرين ولا جوج بيضين وحده كحله وحده حمراء بحال هكا، ما موجينش. شكون موجين؟ غنديرو ريبيتيسيون. ولكن هنا ما موجينش، يعني سون ريبيتيسيون. مزيان، هاد ثلاثة د الشروط تحققو في لا بيرميتاسيون سون ريبيتيسيون. هادو كلشي بيرميتاسيون سون ريبيتيسيون. اوكي، غنديرو حتى نحسبوها. ولا بين نحسبوها هي بي ان، يعني بي ثلاثة ثلاثة اد ان هي ثلاثة، ثلاثة ديال لي اغن ولا ثلاثة ديال الكوار اللي قالنا في السؤال. يعني ثلاثة فاكتوريال اللي يعني ثلاثة في جوج في واحد، يعني اللي هي ستة. ودابا غنوضح ليكم بلي فينا كتساوي ستة. باش غنعرفو بلي كتساوي ستة، اشنو عطاونا؟ عطاونا ثلاثة الكواري، قلنا وحدة كحلة نواغ وحدة حمراء غوج وحدة بلون. على الاحتمال الاول يمكن تكون تاني نواغ بلونش غوج، يمكن تكون او تاني اغ نواغ بلونش، يمكن تكون او تاني اغ بي ان، يمكن تكون او تاني ب ار ان، يمكن تكون او تاني ب ان ار. هادو هما ستة الاحتمالات اللي عندنا باش يتحقق هاد الشرط. واحد جوج تلاتة اربعة خمسة ستة، هي ولا ماشي هي؟ هاكاك مزيان. دابا غنمشو غنحسبو. دابا حسبنا لا بيغميتاسيون سون ريبيتيسيون، دابا غنحسبو لا بيغميتاسيون افيك ريبيتيسيون. افيك ريبيتيسيون هاد جوج شروط الاولين غيبقاو، بي كتساوي ان و لورد كاين. هي هنا بنديرو افيك ريبيتيسيون، يعني ا ريبيتيسيون. افيك ريبيتيسيون يعني اش كتعني؟ غنجي هني عندنا جوج لوان مشابهين في التمرين. في التمرين ما قالش لنا بلي راه كاينين لوان مشابهين، ولكن انا غندير التمرين ديالي فيه لوان مشابهين باش تفهموا افيك ريبيتيسيون. هنا في الاول كاين عندنا نواغ بلونش غوج، انا غندير وحده اخرى بحال هكا، وغندير عندي جوج كرات بلونش وحده غوج. يعني هنا افيك ريبيتيسيون لحقاش معوجين عندي جوج كواري بالبيض. يعني القاعده تتكتب بحال هكا، بي 3 اللي هي 6 ديجا حسبناها هادي، ها هي على جوج فاكتوريال.
اللي هي كتساوي لنا 3. هتقول لي منين جبتها؟ جوج فاكتوريال. جوج فاكتوريال هي دوك اللي تعودوا عندنا هنا لي بلونس، يعني جوج كوار يكون تعودوا 3 دكوار غنديروا هنا 3 فاكتوريال، يكون تعودوا 4 دكوار غنديروا هنا 4 4 فاكتوريال. يعني جوج اللي تعودوا عندنا جوج كوار بيضين جوج بلونس، يعني جوج فاكتوريال كتساوي لنا 3. المهم هذا هو هذه البيزود ديالتنا راه كملات. نتمنى تكونوا فهمتوها، راه كلشي وضحته تقريبا. الا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه راه لاباج ديالي غتكون في الديسكريبسيون، دير لها لايك وتواصلوا معايا. مرحبا، راه كنجاوب كلشي، لا بلي بار ديال الناس كنجاوبهم وكنقد لهم التمارين. المهم ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب باش يبقى يوصلكم نتوما ديما الاولين الجديد ديالي. ما فهمتوش شي حاجه كما قلت لكم تواصلوا معايا في باج فيسبوك ديالي، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. تشاو، السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.